انتصارات جديدة تحسب للقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في جبهة الملاحظ الواقعة شمال صعدة، حيث تم تحرير تبة المجزعية والمديمح من قبضة الميليشيات الحوثي المدعومة خارجيا. على أرض الميدان تمكنت القوات الخاصة بفريقها الهندسي من تمشيط المواقع المحررة وتصفيتها من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيات بعد معارك نوعية وصعبة خسرت فيها الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى استعادة القوات الحكومية كمية كبيرة من المعدات القتالية. طبعا عملية كانت يعني في غاية الصعوبة، وكانت عملية نوعية اللي هو القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، عملية يعني مفاجئة للعدو، يعني قطعنا مسافة طويلة جدا جدا. بدأت المعارك من الساعة تقريبا 10 وتواصلت المعارك إلى ما الساعة، وتمت السيطرة على العدو واندحر العدو وجثث منه على رأس الجبل الآن هذا تبه حق المديحمي. ولله الحمد كانت يعني عندنا طبعا الخسائر قليلة جدا جدا. تكتيكيا تعتبر تبة المجزعية والمديمح بالنسبة للحوثيين من أهم المناطق وأخطرها، إذ كانت تستخدمها لإعداد الهجمات والقنص وتمركز راجمات الهاون والكاتيوشا. وكون هذه المناطق تربط منطقتين استراتيجيتين هما الخط الدولي ووادي ليا، حسب وصف العقيد أحمد عبد الرب العصيبي. وأهمية الجبل المديحمي هو يعني لا يقل أهمية عن الجبل الناصر اللي هو يعتبر استراتيجي، لأن هذا الجبل يعني يقع بين خطين، بين خط الدولي وبين وادي ليا، وادي ليا التي تم العدو منه بالعربات والآليات والأطقم، ولا أهمية كبيرة واستمات عندها العدو حقيقة استمات، لكن رجال القوات الخاصة كبدوا خسائر وفر هاربا، وإن شاء الله نفر هاربا وراه إلى مران. مجريات المعارك الدائرة في جبهة الملاحيض تأتي بعد هدوء شبه تام يخيم على معظم جبهات القتالية في صعدة، باستثناء مديرية باقم التي تشهد مواجهة قتالية بين الحين والآخر، إذ تعتبر هذه المعارك حافزا جديدا نحو تطهير بقية جيوب الميليشيات في جبهة الملاحيض. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، جبهة الملاحيض صعدة.